سيد مدير مؤسسة محمد الخضير الحموتي لحفظ ذاكرة الريف وشمال إفريقيا، سيد ممثل مؤسسة مارتشيكا للتنمية المستدامة والثقافة، سيدة مديرة جريدة العالم الأمازيغي ومستشارة السيد رئيس الحكومة لهذه المائدة المستديرة حول موضوع مساهمة المغرب في تحرير الجزائر. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم أن أحضر إلى جانبكم بصفة نائب لرئيس الجماعة الترابية لبني نصار وباسم جميع أعضاء المجلس الجماعي أن أجتمع بكم على هذه المائدة المستديرة المنظمة من قبل جريدة العالم الأمازيغي بمشاركة مؤسسة محمد الخضير الحموتي لحفظ ذاكرة الريف وشمال إفريقيا ومؤسسة مارتشيكا للتنمية المستدامة والثقافة، وبتنسيق مع فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ببني نصار. نسيت نذكر الأساتذة المحترمين، السيد المندوب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الدكتور محمد أحميان، الدكتور عبد الإله كانجا، الأستاذ باحث اليزيد الدريوش. حول موضوع ذات أهمية كبيرة تاريخيا، سيتم من خلاله استحضار الذاكرة المشتركة للمقاومة في تحرير الشعوب في شمال إفريقيا. وكما يتبين فإن هذه المائدة المستديرة ونظرا لأهميتها استطاعت أن تجمع حولها في هذا الفضاء نخبة من الأساتذة المفكرين والخبراء والباحثين والصحافيين وفعاليات المجتمع المدني نساء ورجالا. فمن بين حسنات هذه المائدة المستديرة أنها تجمع هذا الطيف الواسع من مختلف الأفكار البناءة لأجل التشاور وتبادل الرأي لاستشراف المستقبل والبحث على حلول ناجعة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة المغاربية والأمازيغ بصفة عامة. وكما تعلمون أن المجلس الترابي لمدينة بني نصار دائما كان ملما ومهتما بدور المقاومة ومناضليها في تحرير الشعوب، لهذا نتوفر على استراتيجية ننفذها متى سمحت الفرصة للمساهمة في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركات الوطنية وتبليغ مبادئ المقاومين للأجيال الصاعدة، تلك المبادئ التي تحلى بها الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار صدقا مع الله ووفاء للقيم وإخلاص للوطن. وفي هذا الإطار يستغل المجلس الترابي لجماعة بني نصار كل الوسائل والوسائط المتاحة لبلوغ هذا المرمى النبيل لبناء جسور الذاكرة التاريخية للمقاومة التحريرية في شمال إفريقيا، حتى لا ينسى بذات بنات وأبناء الشعب المغربي المقاومين من هذه الأمة الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيل القضيتين الوطنية والجزائرية وتحرر شعبيهما، ونضع أمامهم كل السبل التي تجعلهم يفتخرون بتاريخ وتضحيات أسلافه. ولعل هذا المقر الذي نتواجده به الآن أفضل دليل، ولا ننسى أسماء مجاهدين ومقاومين الذين رسخوا بأسمائهم الذكية الطاهرة شوارع مدينتنا. ولا بد أن نأخذ على عاتقنا مسؤولية حفظ ذاكرة هؤلاء المناضلين الشهداء الأبرار بتسمية باقي شوارع المدينة والساحات العمومية
بأسمائهم. وإن شاء الله غادي نديروا المجاهد كذا غادي نسميه شي شواء شي شارع غادي وكاين شي ناس أخرين إن شاء الله. وأن عملنا المستمر هذا لا ولن يقتصر على هذا فقط، بل إننا سطرنا في جدول أعمال مجلسنا المقبل يوم 2 ماي 2024 نقطتين مهمتين فيه تتعلق الأولى في دراسة الإجراءات الكفيلة لإخراج مشروع نصب تذكاري للمقاومة بجماعة بني نصار، وذلك في إطار اتفاقية الشركة المبرمة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. والثانية تتعلق بالماريشال محمد أمزي والتي تندرج في سياق التصدي لحملات التزييف التي تنتهجها بعض الأطراف للمساسب المقاومين والرجال الذين عملوا في صفوف الجيوش لتحرير المغرب وحمايته من الانقسام والتصدي للحملات الانفصالية والمساهمة في وضع النواة الصلبة، علما أن الماريشال أمزي تصدى بكل حزم للانفصاليين الذين كانوا يريدون تقسيم المغرب في عدة مناسبات، كما أننا لن ننسى أنه تنازل عن منصب جنرال القوات المسلحة في دولة إسبانيا، كما أننا لن ننسى أنه تنازل عن منصب جنرال القوات المسلحة في دولة إسبانيا نكررها ولبى نداء المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه والتحق بأرض الوطن وقلده العاهل المغربي آنذاك منصبا ساميا في الدفاع الوطني وساهم في تكوين الجيش المغربي خلال فجر الاستقلال. ومن منجزاته أيضا شارك إلى الجنرال إدريس بن عمر في حرب الرمال، كما عينه المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه في منصب سفير المملكة المغربية في مدريد، وفيما بعد تم تعيينه في منصب وزير دولة وتم ترقيته إلى درجة ماريشال، وتم تكليفه بفتح مفاوضات مع الجنرال فرانكو تتعلق بتصفية الاستعمار بالأقاليم الجنوبية الصحراء المغربية بين قوسين وإعادتها إلى أحضان الوطن. وحتى لا أطيل عليكم أنهي كلمتي بآيات بينات من الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنمرت، شكرا سي محمد صيك، انت غتحرمنا من هاد المعلومات ومن هاد الكلمات، كلمة الجميلة المزيانة. إذا أولا بدا الشكر، تنشكركم بزاف، تنشكركم أولا على الأسماء ديال الزناقي ديال بني نصار كلها اللي هي أمازيغية بحروف تيفينغ، ونتمنوا كذلك أنكم تزيدوا واحد هذا وتعطيونا شخصيات إن شاء الله. نتمنى ونشكركم بزاف، ونتمنوا على جميع البلديات والجماعات والأقاليم أنهم يهتديوا بهذا بالحدو ديالكم.